مفهوم السرقات أكبر من مفهوم أنها سرقة فلوس أو سلعات، حتى القصص والأفكار يسرقونها. هذه كلها حقوق لشخص اسمه مؤلف. المؤلف هذا هو شغلته أنه يألف فكرة جديدة في مجالات متنوعة، سواء في تخصصه في مجال السينما والروايات وغيرها من الأشياء. هي حقه، هي فكرته، هي أتعابها اللي تعب عليها. وللأسف اليوم بعد التطور التقني الكبير اللي صاير، صارت سرقة هذه الأفكار ومحتويات أسهل وأسرع. ولكن عندنا في السعودية الوضع تماماً مختلف. حقك محفوظ، يرجع لك، فكرتك، محتواك، كتبك، كل ما يطلع منك اليوم هو لك حق فيه، حقك محفوظ فيه، وفي أمن عالي جداً لهذا المحتوى عندنا في السعودية. فإذا أنت مؤلف، أبدع وأبحر، دامك في السعودية فأنت في أمان، لأنه عندنا في السعودية قوانين وأنظمة تحفظ حق المؤلف، وهذه القوانين تكون تحت الإعلام والثقافة والنشر. لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نوع العمل، فردي أو مشترك، مسوي لحالك ولا مسوي باشتراك مع أحد الكتاب مثلا. المرحلة الثانية هو هل هذا العمل سمعي أو سمعي وبصري. سمعي وبصري اللي هو الأعمال المرئية، الفيديوهات. المرحلة الثالثة، هل هذا العمل خاص فيك ولا منسوخ؟ يبدون كذا يبحثون لحد ما يضمنون فعلا أنه هذا العمل خاص فيك. بعدها تكون الأمور كلها تمام.